Você. لذلك ما الذي قالت قالت يا فضة إليك أسندي فقد وربي أسقط وجني وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا على أن أصحاب الكساء هؤلاء الخمسة ما حصلوا على تشييع بعد وفاتهم ومقتلهم وموتهم. انظر إلى رسول الله كيف شيعوا، انظر إلى الزهراء كيف أخرجوها في الليل حفنة من المشيعين أوصلوها إلى القبر، انظر إلى أمير المؤمنين في الليل أيضا دفنوه في الليل، ما خرج معه سوى الحسن والحسين فقط، وقال احملوا مؤخر السرير إذا حمل مقدمه، فأينما يوضع مقدم السرير ضعوا مؤخرة. أما تشيع الإمام الحسن أنتم أعرف فيه مني، رأيتم في تشيع الإمام الحسن ما الذي صار، وأما تشيع الحسين يا أحبتي بعد أنتم على الحسين، ها الحسين وين تشيعك أبو علي؟ ثلاثة أيام على رمضاء كربلاء، أي نعم نعم، أمس المسا والنار ما خلت لنا خيار، صوان ما ظلت تجيب فيها ليتا، أظلم علينا الليل وازدادت الوحشة، وما شوف غير ايتام تتصارخ بده، وبعد وبعد وشيخ العشير احصيه وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشه. يقال هكذا لما توفيت خديجة قبل وفاتها أوصت ابنتها فاطمة قولي لأبيك رسول الله صلى الله عليه وآله يكفنني بالدثار الذي دثرته به يوم نزل عليه الوحي يا أيها المدثر، وإذا بجبرائيل نزل بخمسة أكفان، أقولها للخمسة أصحاب الكساء، خمسة أكفان هاي وين؟ بمكة قبل ولادة الحسن والحسين، بخمسة أكفان نزل على رسول الله، قال يا رسول الله لا تكفن خديجة بالدثار، هذه خمسة أكفان، هذا الكفن الأول يا رسول الله لخديجة، أي نعم يا جبرائيل، قال والكفن الثاني لابنتك فاطمة روحي فداها، الكفن الثالث لمن؟ قال الكفن الثالث لأخيك علي أمير المؤمنين، الكفن الأول لخديجة، الكفن الثاني لك يا رسول الله، الكفن الثالث لفاطمة، الكفن الرابع المن الكفن الرابع؟ راح فكرك وين بارك الله فيك، الآن قلبك راح لذاك المكان، الكفن الرابع لأمير المؤمنين. قبل أن يقول الكفن الخامس للإمام الحسن رسول الله تفجرت دموعه وبكى، قال حبيبي جبرائيل ولدي الحسين ما إلى كفن؟ إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا. لذلك هذا الشاعر يخاطب الحسين يقول له سيدي ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي. هذا المعنى، هذا المعنى الذي يقوله الشعراء ويقوله ذلك السيد، يقول هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار طأطأ الروس إن رأس حسين رفعوه فوق القنا الخطاري. والله العظيم يا أخوة بعض المصائب ما أقدر أقراها، من جملة المصائب أشير لها إشارة على رأس الحسين، كيف حمله هذا خول بن يزيد وجاء به من كربلاء إلى الكوفة، لما جاء إلى قصر الإمارة رأى قصر الإمارة مغلقا، جاء إلى داره تا
ترك الرأس في التنور، التنور ما فيه نار، وغطاه خوفا من زوجته لأن زوجته حضرمية موالية لأهل البيت. تقول هذه الزوجة: نظرت لحظة واحدة وإذا بكاء وأنين، وإذا بهودج ينزل من السماء فيه تلك المرأة المحنية الظهر والضلع، تحمل ولدها، تحمل رأس الحسين، تقول: قتلوك ولدي عطشانا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا. بشط فراتي الرأس على الرمح يقرأ القرآن. زيد بن أرقم يقول: والله مر بي رأس الحسين في سكك الكوفة وشوارعها وهو يقرأ القرآن ويقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فقلت له: رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله.